أهلا بيكم مع فيلم جديد. فيلمنا النهاردة أكشن خيال وإثارة، اسمه إيجا. راجل بيموت ظلم من رجل أعمال ظالم، لكن الغريب إنه بيرجع من الموت، والأغرب إنه رجع في هيئة دبانة عشان ينتقم من اللي قتله. كل لحظة مهمة، خلي بالك. فيلمنا بيبدأ مع رجل أعمال قوي في مجال الصناعة اسمه سوديب، عنده هواية ضرب النار. بيروح مركز التدريب وبيلعب بشراسة وجنون، والناس اللي حواليه بتندهش من لعبه. بيجي شريكه في الشغل اسمه ويليام، وبيقول له عندنا اجتماع مهم وما قدامناش غير 5 دقايق، لكن سوديب مهتمش بكلامه، وقال له يا راجل خدنا ايه من الشغل احنا؟ امسك لك سلاح وروق على حالك. وسابه وراح ناحية بنت حلوة بتتدرب على ضرب النار، فراح ماسكها من وسطها وقال لها عارفة لو لوحدنا كنت علمتك ضرب النار على حق. وهو بيعلمها ضرب النار، اعمل اللايك والسبسكرايب الجميل بسرعة ونكمل قصتنا. في مكان تاني بنشوف بنت حلوة اسمها بندو، بتشتغل فنانة تشكيلية، بس الشغل اللي في ايديها مش طالع مظبوط، وقاعدة متضايقة. وفي لحظة الكهرباء قطعت، والمفروض انها تخلص التمثال اللي في ايديها، فقعدت جنب الشباك يمكن يساعدها ضوء القمر. بيظهر ناني جارها اللي معجب بيها جدا، بيحبها من سنتين فاتوا وهي ولا معبرة، لكن ناني مصر انه يلفت انتباهها ويعرفها انه بيحبها وممكن يعمل اي حاجة عشان يساعدها. وفي يوم من الايام بيشوفها ناني وهي بتكافح من اجل شغل، وهنا قرر ناني انه يساعدها. وبسرعة جاب كشاف كبير وعمل اختراع بسيط قدر منه انه ينور الكشافات ووجه الكشافات ناحيتها عشان تخلص شغلها. وبعد ما كملت التمثال وخلصت الشغل قفلت شباكها وراحت تنام وما اهتمتش بيه. صاحب ناني شاف رد فعلها وقال لصاحبه ايه يا عم ده، دي قللت الزق قوي ومفيش حتى شكرا. ناني بيقول لصاحبه ايه فهمك انت، دي عملت كده عشان ما تسيبنيش واقف طول الليل. صاحبه قال له ماشي يا عم الفهيم ومشيوا. في اليوم الجديد سوديب عمل حفلة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لشركته، قام واحد من عملائه اداله ملف على انه هدية. بيفتحه سوديب وبيتفاجئ ان الوكيل مضى على العقد وتمت الصفقة، وهنا بيسأل نفسه ازاي مضى كده بكل سهولة. بعدها بثواني بيتفاجئ ان زوجة العميل هي نفسها نفس البنت اللي كان بيعلمها ضرب النار في مركز التدريب. هنا هو عرف الصفقة تمت ازاي، علمها ضرب النار، عجبها ضرب النار، ردت الجميل، تمت الصفقة. راح العملاء يشربوا كاس بمناسبة إتمام الصفقة، وهم بيتكلموا بنكتشف إن مصدر ثروة سوديب هي زوجته اللي ماتت، قصدي اللي قتلها من كام سنة فاتوا، ومن بعدها استولى على كل فلوسها. وبنرجع لبندو وبنعرف إنها مش مجرد فنانة بس، لو كمان مديرة جمعية خيرية بتساعد من خلالها الأطفال المشردين والمحتاجين. لكن مع بداية السنة الجديدة والأطفال محتاجين كتب وملابس وميزانية الجمعية صفر، وهنا بيقترح شخص على بندو انها تروح لرجل اعمال اسمه سوديب وتقدم له طلب دعم، لان شركته هتبتدي تعمل دعم لبعض الجمعيات الخيرية. بعدها راحت له مكتبه، شافها وته في جمالها وابتدت تحكي له عن طبيعة شغل الجمعية الخيرية، لكن هو مش مركز مع الكلام ده طبعا، لانه حاليا مش مهتم بحاجة غير جمالها وسحرها. وفي نهاية اللقاء سلمها شيك بمبلغ محترم، لدرجة انها انبهرت بالمبلغ وشكرته جدا. وبعدها بايام قامت بتوزيع الكتب والهدايا بحضوره على الأطفال المحتاجين في منطقتها. وبعدها طلب منها سوديب إنه يعزمها على الغداء في مطعم كبير من غير تفكير، وافقت بندو. وجي وقت العزومة وهم قاعدين بيطلبوا الأكل، جالها رسالة على تليفونها من جارها ناني إنه موجود في نفس المكان اللي هي معزومة فيه. فضلت تتلفت لحد ما شافته وما بقتش مركزة مع الرجل اللي قاعدة معاه ولا عارفة تقوم تكلم جارها. وهنا لاحظ سوديب وشاف صاحبها وهي بتبص عليه وكان غضبان جدا. بعدها قام سوديب يوصلها بعربيته وناني وراهم، وفي نص الطريق قالت له معلش هنزل هنا عشان اجيب طلبات للبيت، قال لها يا سلام من عينيا، وخلاها نزلت ونزل وراها من غير ما تحس. فضل مراقبها لحد ما شاف اللي كان متوقعه، لقاها قابلت صاحبها ناني، وهنا الغيره والغضب بانت على ملامحه، لان مفيش بنت تجاهلته قبل كده، وقرر انه يفرق بينهم. وفي ليله اتاخرت بنده في الشغل وخافت تروح لوحدها، فكتبت رسالة لناني انها اتأخرت في الشغل ومحتاجة انه يوصلها. وصلت ناني رسالتها وبسرعة راح لها، فقالت له اوعى يكون عطلتك عن حاجة، قال لها هو في حاجة اهم منك في حياتي، وكانت مبسوطة جدا من كلامه ووصلها لحد البيت. وبعد ما وصلها وهو بيعدي الطريق وقفت عربية قدامه وخرج منها 4 اشخاص وخطفوه، واتضح انهم رجالة سوديب، ولما خطفوه حطوه في مكان مش معروف وبدأوا يضربوه وهو مربوط. بعدها وصل سوديب واول ما شافه بدا يضرب فيه بكل غيظ. ناني بيساله انت خاطفني ليه؟ رد عليه سوديب وقال له لو ما بعدتش عن بنده هقتلك. ناني قال له انسى، انا وهي بنحب بعض. اتجنن سوديب والشر بقى يخرج من عينه، وفضل يضرب فيه بقوه لحد ما ناني وقع على الارض ومات. بنده بتتصل بيه عشان تقول له انها بتحبه، لكن للاسف بعد فوات الاوان. بعدها وفجاه روح ناني بتتحول لضوء ازرق وبيخرج الضوء من جسمه بطريقه سحريه، وروحه بتروح لبيت الدبانه قريبه من المكان. وفي اليوم الجديد
بيكتشفوا جثة ناني في الطريق، وأيدت الشرطة الحادثة على إنه حادث طريق. بتبص بندو على جثة ناني نظرة الوداع وهي مش مصدقة اللي شافته. بعد 10 أيام من الحادثة فقست البيضة وخرجت منها دبانة بيبي، وبنعرف إن الدبانة دي هي روح ناني اللي اتولدت من جديد، وعزم الأمر على الانتقام من سوديب. بدأ ناني حياته الجديدة وما كانش يعرف إنه حاليا دبانة غير لما شاف كل حاجة حواليه ضخمة. بيحاول يتأقلم إنه دبانة لكنه هنا في بداية الطيران، ما كانش عارف يطير وكان هيغرق في المية. بدأ ينط من صخرة لصخرة، وفي النهاية قدر يطير بعد ما استكشف جسمه. وهو طاير في الهواء شاف أطفال بيلعبوا ببالونات الصابون وفضل يلعب معاهم، وبعدها اتبهدل كتير. طائر هاجمه لكن قدر يهرب منه، وبالصدفة راجل غرقه في كوباية المية. وهنا بيبص على وش الراجل اللي ماسك الكوباية وجمع ناني حياته القديمة، وعرف ان الراجل ده اللي قتله. جمع قوته وبيهجم عليه بسرعة، لكن افتكر انه حاليا مش انسان، وفكر لو هجم عليه ممكن سوديب يخبطه بايده على انه دبانة ويموت. هنا افتكر بندو حبيبته وطار عليها، ولما شافها قلبه دق 3 دقات. وبعدها سمعها وهي بتتكلم مع صاحبتها عنه، وبتقول لها انه وحشها قوي واشتقت له. اتأثر قوي بكلامها وكان مصمم انه يلفت انتباهها. بعد شوية وهي في مكتبها زارها سوديب وعمل فيها زعلان على موت ناني، وبيحاول يقرب منها لكن ناني هجم عليه ودخل في ودنه وفضل يعضه، بيحاول يحميها حتى وهو دبانة. في اليوم الجديد بيدخل سوديب حمام التلات في الهند يروق على حاله، وهو في جهاز البخار بينتهز ناني دبانة الفرصة وبيدخل في ودنه، وده بيخليه يتجنن. وهو في حالة الجنون دي بدأ الجهاز يتحرك ويتزحلق، وكان هيدخل في مقابض معدنية ويموت. فضل يصرخ لحد ما الراجل بتاع المساج لحقه، وبقى يجري ورا الدبانة وهو زلط ملط خالص، وبقى منظره وحش قوي قدام العملاء بتوعه. بعد ما المهزلة دي خلصت بتروح بندو وفريق العمل بتاعها مكتب سوديب، وبيتكلموا شوية بخصوص الدعم للجمعية الخيرية، وخدت منه ميعاد وبعدها مشي. دخل الليل وجي ميعاد النوم، لكن ناني مش هيسيب سوديب في حاله، قرفه في عيشته وبقى مش عارف ينام. وفي النهاية جاب سوديب ملاية السرير ولف نفسه زي الموميا عشان يعرف ينام. وبعدها بدقايق اتصلت عليه بندو وقالت له انت نسيت الميعاد بتاعنا ولا ايه؟ قال لها ازاي الكلام ده؟ ده انا انسى الدنيا وما انساكيش. وقام بسرعه وركب عربيته وهو في الطريق بتوقفه اشاره المرور، وهنا ناني طار على وش ضابط المرور وفضل يضايق فيه، فخلاه يهش ايده يمين وشمال، وهنا سواقين العربيات افتكروا ان الضابط بيفتح لهم الطريق، وبعدها الدنيا باظت والطريق وقف. وبعدها بشويه ناني خلى سوديب طاير بالعربيه ومقفل العداد، راح طاير في عينه خلاه عمل حادثه كبيره والعربيه اتقلبت. روح ناني الدبانة جاله وكتب له على ازاز العربية هقتلك. وصلت الاسعاف وانقذته، وبيحس هنا بالجنون عشان في دبانة مستقصداه وعايزة تقتله. طول الوقت ماسك علبة بيروسول في ايده عشان يحمي نفسه من الدبانة اللي مطلع عينه، لحد ما الناس اللي حواليه فكروا انه اتجنن خلاص. بندو بتزوره في المكتب وبتقول له الف سلامة. شافها ناني وهو غضبان وحاول يهجم على سوديب، لكن بندو مسكت البيروسول ورشته عليه فوقع من الشباك على الورد وكان على وشك الموت، بس الحسن حظه رشاش المية جه عليه وبدأ يغسل جسمه من البيروسول اللي كان هيقضي عليه. عدى يوم وقرر سوديب انه يروح لدكتور حشرات متخصص. بيقول له هو يا دكتور ممكن الدبان يكون عايز ينتقم من حد؟ الدكتور قال له لا، انت كده محتاج تريح شوية وتريح اعصابك. مشي سوديب وهو في الطريق بيقابل راجل غريب وبيقول له انه ثروتك كلها هتتحرق وهترجع على الحديدة. مهتمش بكلام الراجل وقال ده مجنون وبيخرف. سابه وراح عشان يتأكد من موضوع الدبانة اللي عايزة تقتله. فعلا لقى على ازاز العربية بتاعته هقتلك اللي كتبها له ناني الدبانة. هنا اتأكد فعلا ان الدبانة عايزة تقتله. وفي اليوم الجديد ناني بيشوف حبيبته بندو وهي بتعيط لما افتكرته، ودموعها بتنزل منها على الترابيزة، وهنا حب يلفت نظرها ويعرفها بوجوده، فاستخدم دموعها وكتب على الترابيزة انه ناني وحكى لها قصته. بندو هنا في حالة ذهول لما قرت الرسالة وعرفت ان الدبانة دي تبقى ناني حبيبها. وقف على ايديها فسالته انت فعلا ناني؟ هز راسه كده اللي هو بيقول لها ايوان انا ناني. وهنا عرفها ان اللي قتله هو سوديب بسبب انه كان بيقرب منها. اتصدمت بندو من اللي بيتقال وجن جنونها وقررت انها تساعده في الانتقام من سوديب. وهنا عشان تساعده بما ان هي فنانه تشكيليه وبتقدر تنحت حاجات صغيره صنعت له نظاره تحميه من رش البيروسول. وهنا سوديب بيتصل بشركه الالمانيه لعباده الحشرات عشان يتخلصوا من الدبانه القاتله، لكن بيفشلوا. وبعدها بحث على النت وبيكتشف ان الرش مش جايب اي نتيجه مع الدبانه. وبعد عناقته لليوم بيروح سوديب ينام وبينتهز ناني الفرصه وبيقدر يولع في السرير من خلال سيجاره كان سوديب نسيها مولعه. الدبانه مجننه وشايله النوم من عينه، لكن كل ده مش مكفي ناني لانه عايز يقتله. بعدها بندو وناني بيخططوا انهم يقتلوا سوديب بطريقه ما يعرفش يتخلص منها. وبعد تفكير جات لهم فكره، وهي ان بندو لما كانت بتزور سوديب في مكتبه لاحظت ان موجود مدفع صغير زي مدفع رمضان،
فكرت انها تملى بارود وفي الوقت المناسب تطلع الطلقه ناحيه سوديب وتقتله. بدات بندو بالتجربه ونجحت فعلا معاها، فاتفقت مع ناني انه يملى فتحه المدفع بالبارود على مراحل من خلال جردل صغير جدا صنعته بندو. ومع انه خد وقت طويل جدا في نقل البارود الا انه ما ملش وكان عنده الحافز انه يقتل الظالم سوديب. وهنا الحظ الوحش، بيجي واحد من رجال السوديب استعمل منديل بس عشان ما لقاش باسكت راح مطبقه على شكل كوره وحطه في فتحه المدفع، وبكده تكون الخطه فشلت. وفي اليوم اللي بعده قرر سوديب انه يجدد شركته وركب كاميرات مراقبه وبوابات الكترونيه لمنع دخول الحشرات الطايره. بتعرف بندو بالاجراءات اللي عملها سوديب في البيت والشركه، هنا بتقرر تروح علشان تفتح للدبانه فتحه من الشباك عشان يقدر يدخل. وهنا سوديب بيحاول يقرب من بندو بس بحنيه شويه، لكن ناني هنا مش كيس جوافه، ده دبانه مقاتله قد الدنيا. اتضايق طبعا وفضل يعض فيه فاضطر انه يبعد عنها. في وقت من الاوقات كان سوديب عنده اجتماع مهم جدا مع مستثمرين كبار واللي المفروض هيمولوا مشروعه، وهو قاعد في الاجتماع وبسبب قله نومه بدا يخرف الكلام وبقى مش مبطل هرتله، وعرض عليهم انهم يستثمروا في بخاخات طارده للدبان. ومش بس كده، ده زاد البلاطين لما وصل ناني ووقف على راس اهم مستثمر فيهم، فشافوا سوديب وراح رافع ايده وهوب رازعه على قفاه، وبدا ناني يقف على وش كل واحد شويه وسوديب ما يتوصاش، والاجتماع بقى مهزله والمستثمرين قالوا ده راجل مجنون ومش ممكن نمول له المشروع. وهنا بيخسر سوديب اهم المستثمرين، لا والخساره الاكبر ان في حد بيبلغ الضرايب عن شركته، ولما عرف سوديب ان الضرايب في الطريق بيحاول بسرعه يخرج الفلوس اللي كان مخبيها في مكتبه. المفتاح كان ضايع وهو بيفتح على الفلوس بمسدس اللهب، هجم عليه ناني فرمى المسدس من ايده واضطر يحمي نفسه من لدغات ناني القويه، وهنا بيقع المسدس على الفلوس وبتتحرق كلها. وفي اللحظه دي بيكون سوديب شبه مفلس وبقى على الحديده. هنا بيفتكر سوديب الراجل اللي قابله عند عربيته في مقلب الخرده اللي قال له ان فلوسك كلها هتتحرق، بيروح يدور عليه في نفس المكان وبيلاقيه، وبيفهم سوديب ان الراجل ده دجال وليه في اعمال السحر والشعوذه. وبعد سوديب ما حكى له اللي حصل سال الساحر عن سر الدبانه، الساحر قال له ان الدبانه دي هي ناني اللي انت قتلته وان روحه بتطردك وعاوزه تنتقم منك. سوديب اتصدم وكان في حاله ذعر، وهنا الساحر بيقول له ما تقلقش مشكلتك حلها عندي، وبدا الساحر يعمل له اعمال شيطانيه، وفي لحظه حضر له ارواح شريره على شكل طائرين وقال له ان الطائرين دول هيساعدوك في انك تتخلص من ناني وهتكون في امان. بدات الطيور الشريره تطارد ناني لكنه قدر يتخلص منهم، وبسرعه بيحاول سوديب انه يقفل الباب الازاز الا ان ناني بيدخل بسرعه وفجاه المكان بيتملي دخان، وساحر وسوديب محبوسين جوه، لكن بيقدر سوديب انه يحرر نفسه هو والساحر من الدخان. بعدها بيراجع سوديب الكاميرات وهنا بيصدم لما بيعرف ان بندو كانت بتساعد ناني وان هي اللي دخلته للمكان وانهم بكده مشتركين في الانتقام منه. وبعد ما اكتشف سرهم قرر انه يخطف بندو ويخليها رهينه لحد ما ناني يجي ويستسلم وبكده يقدر يتخلص منه. وصل ناني للمكان عشان ينقذ بندو لكن سوديب ماسكها فهجم عليه بابره خياطه دخلت في رجله، صرخ سوديب واضطر انه يسيبها، وفي الفوضى اللي حصلت استخبت بندو منهم وبدا ناني يهاجمهم وهو شايل ابره وبدا يضرب بكل شراسه وكان متوجه على عين سوديب، لكن سوديب كان ذكي وقدر يمسك ناني ومعاه الابره بالمغناطيس، وبعدها مسك بندو وفضل سوديب يستهزأ بيهم وقام قطع جناح الدبانه ناني. وهنا لاحظ ناني ان منديل الورق اللي كان سدد المدفع وقع وبكده المدفع يكون جاهز للضرب. ناني بيجمع كل قوته وقال في نفسه ان دي فرصته الاخيره في الانتقام من سوديب، اكون او لا اكون. وبالفعل ناني بيمرمغ نفسه في البارود اللي واقع تحت فتحه المدفع وبيطير على عود كبريت يولع نفسه وبيدخل بسرعه جوه المدفع اللي ملوه بالبارود قبل كده، وبسرعه الصوت بيخرج قذيفه من المدفع بتقضي على سوديب في الحال. ومش بس كده، دي كمان خبطت في انبوبه اكسجين وده ادى لانفجار كبير حرق المبنى بالكامل. في المشهد الاخير بندو راكبه الموتوسيكل ورايحه شغلها، بيجي واحد رخم يرخم عليها ويقول لها مصلحه ولا مروحه. فجاه ظهر له ناني اللي اتولد في روح دبانه من جديد وخلص عليه، شايل سلاحه بيقول لهم انا اللي هنيمكم من المغرب. شكرا على المشاهده، اشوفكم مع فيلم جديد.